أولا وقبل كل شيء يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الشقيق وأن أعرب لكم عن سرورنا واعتزازنا لاستضافة الدورة الأولى لمعرض جايتكس أفريكا الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعد هذا اللقاء التي تحتضنه مدينة مراكش وهي رمز من رموز التراث الثقافي والإشعاع الحضاري والدينامية المستمرة التي تشهدها المملكة المغربية مناسبة لتسليط الضوء على الإمكانية الواعدة التي تزخر بها القارة الإفريقية وجهودها المتسارعة في تطوير المواهب والمهارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وعلى غرار معرض جلوبال جيتكس الذي يقام في دبي منذ أكثر من 40 سنة، فإن معرض جيتكس أفريكا سيشكل منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لجميع الفاعلين في إفريقيا من القطاع الخاص والعام، حيث تضم هذه التظاهرة أكثر أزيد من 900 شركة وأكثر من 250 متحدث وكذلك أزيد من 100 جهة حكومية. حضرت سيدة السادة، إن المملكة المغربية فخورة باحتضان هذا المعرض الإفريقي المرموق لما يكتسبه هذا الحدث من دلالات عميقة. أولا لكونه يضع القارة الإفريقية في الواجهة ترسيخا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لإرساء شراكة استراتيجية بين مختلف الفاعلين من أجل قارة مزدهرة ومندمجة ومتضامنة من خلال توضيد العلاقات والمبادلات بين بلدان القارة والنهوض بإمكاناتها الواعدة وإرساء أسس اقتصاد إفريقي قوي ومستدام. ففي ضوء الاضطرابات الاقتصادية والتحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم بما في ذلك الرقمنة المتصاعدة التي صارت تلامس على كل مناحي الحياة، أصبحت التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية وغير مسبوقة للتنمية الاقتصادية دوليا وعلى مستوى القارة الإفريقية على وجه الخصوص. ووفقا لدراسة أجريت في سنة 2018، فإن ارتفاع استخدام الانترنت عالي الصبيب المتنقل بنسبة 10% في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 1.8 إلى 2% في ناتجها المحلي الإجمالي. حضرت سيدة السادة، إن المجتمعات والاقتصادات الإفريقية تشهد تحولا رقميا ملحوظا، حيث تضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة ب 4.5 مرات بين سنة 2018 و 2022، ويعزى هذا التصاعد الملحوظ في وتيرة الرقمنة إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيتها، حيث كان من اللازم التأقلم مع متطلبات هذه الفترة فيما يخص أنماط الاستهلاك والإنتاج والتواصل والاشتغال. وفي هذا الصدد عملت القارة الإفريقية وبشكل متزايد على ترسيخ مكانها كأرض خصبة وبيئة مثمرة داعمة للابتكار ولتطوير المواهب والمهارات، وذلك بفضل ثرواتها الطبيعية وطاقاتها الشابة وكذا مؤهلاتها الاقتصادية المتعددة والمتنوعة. وبعد أن سجلت القارة الإفريقية في 2016 أول مقاولة صاعدة يتعدى رأس مالها مليار ديال الدولار، فقد أصبحت تتوفر الآن على ما يقرب 10 مقاولات صاعدة أحادية القرن في جميع أنحاء القارة، ولعل هذه القفزة النوعية
تجسد بالملموس جاذبية الاستثمار في الشركات الناشئة في إفريقيا بالنسبة للمستثمرين الدوليين ولرواد التكنولوجيا العالية. إن حضرة سيدة السادة، إن جي تيكس أفريكا يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من القارة الإفريقية قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد. فالقارة الإفريقية هي أرض الفرص، حيث أن تمويل الشركات الناشئة في القارة يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم، وحفاظاً على هذه الجاذبية في مشهد دائم التغيير والتحول، لا بد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل انبثاق مقاولات صاعدة أحادية القرن، يونيكورن ستارت أبس، ومقاولات ناشئة ومقاولات صغرى متوسطة مبتكرة. كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية. ومما لا شك فيه فإن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة من جهات أخرى. كما تعلمون فلا يمكن تحقيق تحول رقمي أو ثورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات. ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية متجاوزا بذلك الموارد المتاحة، وفي سياق نتحدث فيه حتى عن حرب من أجل المواهب، لا بد من تأكيد أن القارة الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية. فأكثر من 60% من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة. نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية. وأخيرا، فإن الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن مع الإدارة، فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنة، وهو ما يستلزم تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن. حضرة سيدة السادة، إن المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا السياق، فإننا نطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات، كما أننا نسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها. ونحن نشرع في تنفيذ خارطة الطريق، فإن تنظيم هذه الدورة الأولى من جي تيكس أفريكا بالمغرب يعد محفزاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا المنشودة. ومما لا شك فيه فإن جي تيكس أفريكا سيسهم في رسم معالم قارة إفريقية متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة. وختاماً، يطيب لي أن أجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني، متمنياً لكم مقاماً طيباً بمدينة مراكش، ولأشغالكم كامل النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.